Fatima Al-Hamid spends one day a year at the Hassa Valley River to wash the wool of her freshly shorn sheep. The Syrian mother makes a living from the earth, making mattresses and clothing out of the fleece of sheep. The washing of the wool is an annual event. نغسله ننظفه كويس وبننجيه بنحطه على هالشمس يوم انه بيجف بينفش على المظبوط بننظفه زين وبنحطه بهالقماش ونسوي طراريح ونحطه بهالخيمة هالقيال ولما نجينا حادي لما نهيت يعني هاي شغلتنا نقصه من الغنم من الحلال بنغسله بننظفه زين وبنجففه وننظفه على السوا نقيه كله من الوسخ والهني ونساوي طراريح وننام عليه احنا بهالصحراء سكان بتشور ويا الحلال ماشي هذا شغلة نصطو نطلع من التوالي هيك وننقعنا ونغسله هيك ونحط نيبس الحزن ناخذه بالسيارة لغاد ونحط له شرة على الحبال وننظفه ونيبسه ونساويه عاد للمنامة هاي شغلة فيه